عقدت كتلة المستقبل النيابية اجتماعا برئاسة النائب بهية الحريري في بيت الوسط اليوم، وتوجهت الكتلة لمناسبة الأعياد المجيدة وحلول العام الجديد بالتهنئة وأصدق التمنيات بالخير والأمان إلى جميع اللبنانيين الذين يتطلعون إلى فتح صفحة جديدة في حياتهم الوطنية تساعدهم على إصلاح نظامهم الديمقراطي وقيام دولة العدالة والقانون وإنهاء المسلسل المتواصل لتعطيل الدستور والمؤسسات وتقديم المصالح الخارجية على مصلحة البلد وحقوق المواطنين. ورأت الكتلة أن المسار المعتمد في اجتراح الحلول للأزمات السياسية والاقتصادية بما في ذلك الأزمة الحكومية هو مسار يقرر الدوران في الحلقات المفرغة ويمعن في إنكار المتغيرات التي شهدتها البلاد بعد انتفاضة 17 من تشرين الماضي. إذ تؤكد الكتلة على موقفها من الشأن الحكومي وامتناعها عن المشاركة في أي تشكيلة وزارية سواء بشكل مباشر أو بالواسطة، فإنها تنبه إلى المعلومات المتداولة عن محاولات وضع اليد مجدداً على الثلث المعطل وعن دخول جهات نافذة من زمن الوصاية على خطوط التأليف والتوزير واقتراح أسماء مكشوفة بخلفياتها الأمنية والسياسية، الأمر الذي يوشي بوجود مخططات متنامية لتكرار تجربة 1998 وسياساتها الكيدية. وتطرقت الكتلة إلى موضوع الأمن الاجتماعي الذي يتفاقم سلبياً بفعل انحدار الوضع الاقتصادي والمالي، ثم اقتراح وضع خطوط عريضة لخطة عمل مستقبلية من شأنها أن تؤمن بعض مستلزمات الوقوف أمام حاجات المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية. وتوقفت الكتلة أمام التطورات الخطيرة التي شهدتها الساحة العراقية وما ترتب عليها من ارتدادات تثير القلق على مستوى بلدان المنطقة كافة. وأكدت الكتلة أن التزام لبنان بموجبات النائب النفس والابتعاد عن التدخل وعدم توريط البلاد في الصراعات الخارجية وحماية السلم الأهلي يشكل في هذه المرحلة حاجة وطنية لا يصح التلاعب فيها، وهو ما يجب ترجمته على كل المستويات الرسمية والسياسية. وأعلنت الكتلة أنها تضم صوتها في هذا المجال إلى الأصوات التي تنادي بتجنب المنطقة المواجهات العسكرية وحماية العراق وسيادته على أرضه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وتجنب شعبه الشقيق من السقوط مجدداً في دوامة الحروب والانقسامات وتغليب منطق الحوار والمفاوضات السياسية التي تبقى السبيل المنطقي الوحيد لوقف التدهور ومنع الانجراف نحو الهاوية.